صباح الخير، يعطيكم العافية. مرادك دليفر راح تقدم لكم فيديوز عن طريق التيك توك. فيديوز راح توضح لكم طرق التوصيل اللي احنا بنستخدمها ليوصل المنتجات للزبائن. طبعا هاي الاشياء كلها بتتمركز على اربع نقاط. اول نقطة اللي هي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتسويق، واستخدام الماركت بليسز فيسبوك انستغرام واتساب كمان راح يكون. هذا راح نشرح لكم عنه اشي كتير كتير جديد وحديث وبجنن. الشغلة الثانية اللي هي عرض المنتجات على الماركت بليسز او مواقع السوشيال ميديا واستخدامها بطريقة صحيحة. ثالث اشي اللي هي طرق الدفع. عنا موجود تقريبا نستخدم يعني 10 طرق دفع سهلة جدا وبسيطة لا يوصلك المنتج لأباب بيتك من تليفونك، ما في أسهل من هيك. استخدم المواقع السوشيال ميديا اللي انت أصلا كل يوم تستخدمها. ورابع شيء استلام طلبك. كيف تستلم طلبك بأسهل طريقة؟ كل الاحترام، تابعونا راح تشوفوا شيء كتير واو. انتظرونا.